The definition عبارة عن vasculitis affecting the small and medium sized arteries. يعني زي لوبس. هو لوبس كده. Vasculitis affecting the small, قصدي ايه بالسمول والارتريز؟ اللي هم الارتريولز. ارتريولز. بيعمل multiple aneurysms. ليه؟ لما بيحصل بولي ارترايتس نيروزا بيجي عند العين عند بيجي العين على مدار على المسار بتاع الارتري مالتيبل انيوريزمز ومالتيبل نوديولز. انيوريزمز دي سببها ايه؟ اللي لو حصل انيوريزم ممكن تخرقع بيجي عند كومبليكيشن ريدكشن انيوريزم. طب هي حصلت ليه؟ هنا الارتري المرض ده بيفكت بريدومينتلي ارتريولز مش زي لوبس. اللوبس ارتريولز وفينيولز وكابيلز. لكن ده ايه دي ارتريز؟ منشن على الارتريز. يعمل ايه؟ يعمل وايد سبريد ارتيريولايتس. يوم يعمل ضعف في الارتيريولايتس دي مع مرور الوقت بتعمل ضعف في جدار الارتس. فمفيش مانع ان مع مرور الوقت الارتيريال وول لما تضعف تضيليت ويعدي بريشر عالي يوسع الارتيريول. طيب يبقى معنى كده ان الكومن ان انا الاقي انيوريزمز في جدار الارتس. وكمان بتلاقي نوديولز. النوديولز دي انت لو نتشت منها بايوبسي يعني لو بصيت على ارتري كده لقيت فيه كلاكيع على جدار الارتري نتشت بايوبسي من الارتريول دي ار فيري دايجنوستيك. يعني باين انفلاميشن فاسكيوليتيك ليها اسم كده انا هنطقه مش لازم تكتبه لان ده في الماجستير والام دي لكن ابقى عارفه جاست ان كيس. لو ما انتش بايوبسي من النوديول اللي موجوده على جدار الارتري وهو مالتيبل نوديولز بيبين حاجه باثولوجي هايلي سجستيف اوف حاجه اسمها نقط فاسكيلايتس. ليها اسم اسمه هايبر سنسيتيفيتي فاسكيلايتس. يعني ايه دي؟ ده نوع من انواع الفاسكيلايتس اللي موجود في كل امراض الاوتو اميون بالذات هنا فاسكيوليتيك ليها شكل معين في الباثولوجي بيعرفوه بتوع الباثولوجي. ايتيولوجي انكومن ديزيز مرض مش كومن خالص بس هو مش كومن سببه مش معروف كالعاده سببه مش معروف وكالعاده بروبلي اوتو اميون. لو سالك ايه اوتو اميون قول اسبامبا اللي احنا متعودين يقول لك الا هنا مش جاي في فينيل متوسطه في السله ده ميل كيليون مش كومن في الفينيل ده خرج عن المالوف. المالوف في الاوتو اميون يجي في سن في الفينيل لا هنا انفكشن مرتبط بالانفكشن. يعني ايه في احتمال في فكره بتقول ده غالبا صح ان الانفكشن تخش الجسم تعمل خلل في جهاز المناعه يميت الانتي بوديز ضد الارتس وبتسمى كل ارتريتس نيروزا. مين الانفكشن بي وسي طب تشوفهم ده الدرس بتاع الهيباتيتس اكسترا هيباتيك كومبليكيشنز اوف فايرال هيباتيتس كان من ضمنها بولي ارتريتس نيروزا بي وسي رجعها تطلع صح ده صح لان البي و السي ليها حاجه اسمها اكسترا هيباتيك كومبليكيشن. يعني ايه اكسترا هيباتيك كومبليكيشن؟ انا قلتها هناك يعني بيعمل خلل في جهاز المناعه المربع ده كله في كتاب الليفر جاي قدر صح كلينيكالي جنرالي فيفر زي اللوبس بالظبط انت هايدريت اكتيفيتي وفي الانفكشن كارديو فاسكولار كوروناري ارتر ديزيز وكلينيكال دايز اعلم على الكوروناري ارتر ديزيز واقول نورمال كوروناري انجيو زي ما قلنا في الرماتويد واللوبس بيريكاردايتس. طب البيريكاردايتس دي تقلب افيوجن. طب ولو قلب افيوجن يبقى من نوع اكسلنت نيرولوجيكال بريفرانيوبري انتي بودي ميديتد انتي بودي ضد البريفرانيوبري سب سوري سب اركنويد هيموريج دي مع الريتينال هيموريج اللي هي تؤدي الى عمى بلايندنس. الاثنين دول رابتشر انيوريزمز. رابتشر انيوريزمز ايه كان الموست كومن كوز لسب اركنويد هيموريج في كتاب النيرولوجي؟ رابتشر انتراكرينيال انيوريزم صح. طبعا كان في انواع من الاريزمز رينال جلوميرال نفرايتس ما خدناش لسه ويؤدي الى هايبر تنشن. نمره واحد هايبر تنشن فاسكولايتس وجي ان كورتيزون بالظبط بالظبط زي ما قلنا مع اللوبس. طبعا احنا خدنا اسباب السكندري هايبر تنشن في كتاب الكارديولوجي كانوا ضمن اسباب السكندري هايبر تنشن دي ولا لا؟ طبعا وي ارتلايتس ولوزا مكتوب مره دي في كتاب الكارديولوجي رينال وفي الرينال وفي الميزيلينس طبعا دي كلها بتاعتنا. جلوميرال نفرايتس دي انا قلنا ان شاء الله في اول درس في الكيمياء. دول هم الكلينيكال برزنتيشنز للجي ان. الله يبقى كان الجي ان دي باثولوجي بتبرزنت كلينيكال بواحد من دول. يبقى انت لما تسمع كلمه كرونيك رينال فيلير دي كلينيكال برزنتيشن للجي ان والاكيوت رينال فيلير كذلك والنفريتيك والنفروتيك والبروتيوريا والهيماتوريا. اجلهم شويه. اهم درس في الكيمياء في الجي ان هو انك تعرف الكلاسيفيكيشن بتاعتك. ده في الصيدلة. فالجي اي تي ابدومينال بين هيماتوكيزيا. ايه سبب الاثنين دول؟ اكيوت ابدومينال بين وهيماتوكيزيا. هيماتوكيزيا يعني ايه؟ يعني بلاد اللي خارج في الريكتم. دارك ولا برايت ريد؟ برايت ريد.
غير ان ايه؟ ده الاثنين دول يساوي ايه؟ ايه تفسيرهم مع بعض؟ ده حاجه واحده. ميزنتيك فاسكلايتس. ميزنتيك فاسكلايتس يعني ميزنتيك ارترايتس. ماسكيو سكيلتون جوينت ومصل سايكل بالظبط اللوبس ارترالجيا وميالجيا. بس خلي بالك بقى مش كومن خالص 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 ان انت تلاقي هنا ارترايتس. وبرده في اللوبس الارترالجيا مكونه على الارترايتس 90% ارترالجيا 30% ارترايتس. انتي بودي بيت سكين نفس اللوبس ريمس فينومينا ده ابيض وبعدين ازرق وبعدين احمر. لو سالك في الامتحان ريمس فينومينا موست كومن فين في امراض الكتاب اللي معانا ده سكيلو بيرفع. فاسكليتيك ليجنز برضه زي ما شفناها من شويه ودي قلنا انها عباره عن ثلاث اوربت بيرفع. خدت بروبسي من الجلد يطلع هايبر سنسيتيفيتي فاسكلايتس. بالمونري برونكيال ازمه وايزيوفيتي اسره اه ما عنديش شغل. الحقيقه ان ما بتلاقيش البرونكيال ازمه هنا اوتريما. ليه؟ والبرونك الازمه لما خدناها كان فيها ولا ما فيهاش عنصر انفلاميشن؟ كان فيها. كان عندي ادله بتقول ان الازمه اذا انفلاماتوري اقوى دليل في العالم انها بيستجيب لكورتيكوستيرويد. كان في حاجه اسمها كريولا وودز في السكيوتم دامج ابيثيليال سيلز. الازمه انفلاماتوري والبولي ارترايتس اللي جوزها انفلاماتوري اوتوريميون فما استغربش لو عمل ازمه ومعاها ايزينوفيليا. لكن لان الازمه فيها ايزينوفيليا بس الحقيقه مش في الكلاسيك بولي ارترايتس نوروزا، يعني موجود حاجه اسمها شيرن اند شتراس فاريانت. احنا في كتاب الشست كان في حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوز اوف برونكيال اسما. كان بنظرها بالمونري فاسكلايتس وساعتها نطقت الاسم ده شيرن اند شتراس. هما اثنين دكاتره المان والاثنين دول وصفوا نوع فاريانت. فاريانت يعني ايه فاريانت؟ يعني سب تايب. يعني نوع خاص جدا من البرونكي سوري نوع خاص جدا من البولي ارترايتس نودوزا يلاقي فيه برونكيال ازمه ومعاها ايزيوفيليا. لو قال لك طب هي البرونكيال ازمه موجوده في كل انواع البولي ارترايتس تقول لا في نوع خاص جدا اسمه شيركن شتراوس فاريانت يبقى معاها ازمه وايزيوفيليا. ده نوع خاص جدا من البولي ارترايتس نودوزا. ولو عايز لو وصلت معايا للحوار ده في الامتحان يبقى اقرب يديك فول مارك. هسالك سؤال مش موجود في الكتاب. وات از فيجنرز جرانيولوماتوزا؟ فيجنرز جرانيولوماتوزا فيجنرز جرانيولوماتوزا فيجنرز جرانيولوماتوزا دي كده المره الجايه اسم تاني. الاسم القديم فيجنرز جرانيولوماتوزا، الاسم الجديد جرانيولوماتوزا وذ بولي انجينس. الاسم القديم فيجنرز جرانيولوماتوزا، الاسم الجديد جرانيولوماتوزا وذ بولي انجينس. يعني ايه؟ انجينس يعني ارترايتس يعني لزق بولي يعني بولي. طب احنا ما قلناش كده بولي ارترايتس نودوزا. واتسمى بولي ارترايتس يعني افكتي ميني ارتريز نودوزا اللي جنب نوديولز. طب ما هي بولي ارترايتس يعني بولي ارترايتس لكن بيضاف عليها كلمه جرانيولوماتوزا. ده نوع خاص جدا من البولي ارترايتس نودوزا يخليك تعرف ان عندي نوعين من البولي ارترايتس نودوزا اسمهم فاريانتس. الفاريانت الاولاني شيركن شتراوس ده ازمه. الفاريانت الثاني فيجنرز جرانيولوماتوزا ده اسم ثاني جرانيولوماتوزا بولي انجينس بيختصروا جي بي اي. جي بي اي جرانيولوماتوزا بولي انجينس ده عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات مع بعض. جرانيولوماتوس اللي هي انفلاميشن of the upper respiratory tract. Granulomatous inflammation of the lower respiratory tract. Upper low. Granuloma, يعني low. يعني chronic inflammatory lesion. Granulomatous inflammation of the upper respiratory tract. Upper respiratory low يعني ايه يعني؟ يعني pharynx, nasal pharynx مثلا. Upper respiratory ولور respiratory, lower respiratory يعني مهم. Upper respiratory, lower respiratory التالتة بتاعتهم التالتة بتاعتهم كيدني. جرانيولوماتس انفلاميشن اوف ذا كيدني. ده ثلاثة ابر ريسبيراتوري لور ريسبيراتوري وكيدني. اثنين ثلاث حاجات. من ضمن الثلاث حاجات ايه؟ من ضمن الثلاث حاجات ايه؟ لانج وكيدني. لانج وكيدني. والمرض اوتوايميون افكتنج ذا لانج اند ذا كيدني ان ذا فورم اوف جرانيولوماتس انفلاميشن مع الارترايتس الموجوده. طب ما احنا خدنا مرض قبل كده اوتوايميون افكتنج ذا لانج and the kidney good pasture syndrome. هجيله تاني ان شاء الله هجيله. يبقى ده البولي ارترايتس نودوزا ليها اثنين فاريانتس بره الكتاب شيركن شتاوس وجي تي اي اللي هو فيجنرز جرانيولوماتوزس. انفستيجيشنز دول اهم حاجه فيهم الثلاثه اللي في الاخر. نمره واحد خليني بس اقول الايزيوفيليا دي بتبقى موجوده في شيركن شتاوس. مارك الاليفيتد سيدمنتيشن ريت امتى؟ اثناء الديزيز اكتيفيتي مع ليكوسايتوز. ليكوسايتوز دي سببها ايه؟ الليكوسايتوز دي بتخلي المرض ده اولا سببها انفلاميشن. احنا خدنا في كتاب البلد اول درس ان من الامراض اللي بتزود الليكوسايتس انفلاميشن. حد يعترض يقول لي طب ما احنا ما شفناش ليكوسايتوز مع اللوبس. ده بالعكس ده اللوبس كانت ليكوبينيا لان في اللوبس بيطلع انتي بودز بتواجهها ضد الوايت بلاد سيلز. يبقى في اللوبس ليكوبينيا لكن في البولي ارترايتس ليكوسايتوز. ده مهم. اثنين بروتينوريا هيماتوريا وكافر. الصف الثاني ده ايه؟ جي ان
جلوميرال نفرايتس ما خدناش لسه. مالتيبل انيوريزمز بالانجيوم البيوبسي النبيه بتجيبني من المصل والسكن تقول عليها دايجنوستيك باين في حاجه اسمها هايبر سنسيتيك فاسكولايتس. والانكا بوزيتيف ايه الانكا دي؟ انتي بودي اسمها انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي. الانكا انكا ده اختصار انكا انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي. يعني انتي بودي ضد السايتوبلازم بتاع النيوتروفيلز انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي. يسالك في الامتحان ده جود بوزيتيف انتي بودي ولا جود نيجاتيف انتي بودي؟ هتضرب دماغك وتسال نفسك هي سبيسيفيك للمرض ده ولا موجوده في امراض ثانيه؟ هي سبيسيفيك هنا وهنا عليه is a good positive test but it is never ever a good negative. ليه؟ لأن السنسيتيفيتي بتاعتها ضعيفة. عارف يعني ايه ضعيفة؟ يعني عادي جدا 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 انك تلاقي العيان ده وما عندوش انتي بودي ده. يعني مش شرط تلاقي انتي بودي ده بس لو لقيته تعرف. في كل دول الثلاثة اللي بتعلم عليهم هم الموست امبورتنت انفستيجيشنز. تريتمنت مش ده البريميزون ده ولا ده البريميزون ده اللي هو كورتيزون. كالعادة اوامر جنب الكيتشن سايكلوفوسفامات على فكره في درس الروماتويد الروماتويد فيه ادويه عندنا تحفظ هتلاقي في الروماتويد كورتيزون 7.5 ملي جرام بير داي دي تاني مره غيرنا الدوز فيها وهناخد ابلس بكانين بكري داي 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 هاي دوز 20 ملي جرام بير كي جي بير داي في الروماتويد 7.5 في اليوم دوز قليله جدا جدا في الروماتويد بس هي اه ملي جرام بير كي جي بير داي امال سايكلوفوسفامات ده ايه؟ النيورو سبريسر دراج مش كورتيزون او سايكلوفوسفامات دواء بلس التاني الاثنين مع بعض. بولي اكواليتي والدوز ده قصير قوي في الكتاب وبعدين السبيرو جاما الحقيقه ده علم فيها على الحاجات المهمه بس